لاحظ معي، الدين ينحل إلى حكمتين. الحكمة الأولى نعبر عنها بالحكمة النظرية، والحكمة الثانية نعبر عنها بالحكمة العملية. ما هو المراد من الحكمة؟ ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة ما هي؟ الحكمة أخذ فيها جانبان، عنوانان مفردتان. العنوان الأول أو المفردة الأولى مفردة العلم والمعرفة، والمفردة الثانية مفردة الإتقان. فعلى أساس المفردة الأولى وهي مفردة العلم والمعرفة بتعبير السيد العلامة صاحب الميزان، عنوان المطابقة، المطابقة لما هو في الواقع. عنوان العلم والمعرفة يمثل جانب الحكمة النظرية، أما عنوان الإتقان والدقة يمثل جانب الحكمة العملية. من هنا يقال الحكمة إما نظرية وإما عملية. من أتقن فعلا، والإتقان جانب علم أو جانب عمل، جانب عمل، حيثية عمل. من أتقن فعلا يقال أنه حكيم. كذلك من علم بشيء وكان العلم مطابقا للواقع يقال أنه حكيم، حكيم في علمه وحكيم في فعله وعمله. لهذا الحكمة تأتي إما بنحو الجانب النظري وإما بنحو الجانب العملي. والمراد من الحكمة النظرية يعني جانب العلم والمعرفة، ما من شأنه أن يعلم، جانب العلم والمعرفة. أما الحكمة العملية ما من شأنه أن يعمل ويفعل، وذلك بأن يقال عقل الإنسان، هذا العقل الذي به ميزه الله تبارك وتعالى عن بقية المخلوقات حتى عن الملائكة. في الرواية عن الإمام علي عليه السلام: أيهما أفضل الملائكة أم الإنسان؟ قال: الإنسان. لماذا؟ لأنه خلقه الله عقلا مع شهوة، ولكن الملائكة عقل بلا شهوة. لكن متى يكون أفضل من الملائكة؟ متى ما غلب عقله شهوته. هذا العقل الذي يدرك الأشياء، أعم من كونها يدركها على نحو يعلم بها أو يدركها على نحو يفعلها. هذا العقل الذي دوره إدراك الأشياء، نقول في المقام: إذا كان العقل يدرك الشيء بنحو أن يعلم به هذا يسمى بالعقل النظري. فالعقل النظري ما هو؟ العقل النظري هو الذي دوره أن يدرك الشيء على نحو إعلان. أما إذا كان العقل يدرك الشيء على نحو افعل أو لا تفعل يسمى بالعقل العملي. إذن الإنسان يمتلك قوتين، قوة نظرية وقوة عملية. وهذا لا يعني أن الإنسان يمتلك عقلين، يعني عقل في الجزء اليسار من الدماغ وعقل في الجزء اليمين من الدماغ. القوة العاقلة قوة واحدة، ولكن الفرق بين العقل النظري والعقل العملي في نوعية المدرك. إذا كان العقل يدرك الشيء بنحو أن يعلم هذا يسمى بالعقل
نظري، اما بنحو افعل او لا تفعل يعني جانب عملي يسمى بالعقلين عملي. مثلا لاحظ معي، الاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى، ما معنى ان العقل ادرك وجود الله؟ يعني علم بان الله موجود، علم بان الله موجود، فهذا يسمى بالجانب العلمي الجانب النظري، فقد دوره يقتصر على العلم. اما اذا ادرك وجوب الصلاة، ما معنى اقم الصلاة؟ يعني افعل الصلاة. ما معنى يحرم الكذب؟ يعني ماذا؟ لا تفعل. كل شيء يستبطن افعال كاقم الصلاة. ما معنى ان العقل ادرك حسن العدل؟ ما معنى حسن العدل؟ يعني افعل العدل، لانك فقط تدرك ان العدل من الامور، لا بمعنى افعل العدل. اذا ادراك العقل للعدل ولقبح الكذب، يعني لا تفعل، قبح الكذب بمعنى لا تفعل، هذا من مدركات العقل العدل. اما الاعتقادات هذه من مدركات العقل النظري، يعني الاعتقاد بوجود الله، الاعتقاد بوجود بصفات الله تبارك وتعالى، انه حكيم، انه متكلم، انه عالم، هذا كله من شؤون العقل النظري. فنقول ما ينتجه، ما ينتجه العقل النظري يسمى بالحكمة النظرية، وما ينتجه العقل العملي يسمى بالحكمة العملية. إذا عندنا حكمة نظرية وعندنا حكمة عملية، فالحكمة النظرية ما ينتجه العقل النظري، يعني الذي يقتصر على دور العلم والمعرفة، دوري أن أعلم وأعرف ما هو الحق، وما ينتجه العقل العملي يسمى بالحكمة العملية، ودورها إما أن تفعل أو لا تفعل، اعمل أو لا تعمل، جانب الصدق يعني اعمل، جانب الكذب لا تفعل، جانب الخيانة لا تفعل، جانب الأمانة افعل، جانب العدل افعل، جانب الظلم لا تفعل. اذا هذه العناوين، ادراك العقل للظلم، للعدل، للامانة، للخيانة، للكذب، للصدق، كلها تستقصن حيثية اما ان تفعل واما ان لا تفعل، لهذا يعبر عنها بالحكمة العملية. اما الاعتقادات الاخرى التي لا تستخدم حيثية الفعل او حيثية الترك، اي كلها امور نظرية. اذا هذه هي الحكمة. فاذا قيل الدين يراد من الدين ما يشمل الحكمة النظرية وما يشمل الحكمة العملية. ما يشمل الحكمة النظرية هو المعبر عنه ب أصول الدين، وما يشمل الحكمة العملية هو المعبر عنه بفروعه. لهذا نحن منذ كنا أطفال نقرأ أصول الدين الخمسة وفروع الدين العشر. لاحظ، فروع الدين كلها حكمة عملية. الصلاة يعني افعل، الصوم افعل، الحج افعل، الزكاة افعل، الخمس افعل، الامر بالمعروف، النهي عن الامر بالمعروف افعل، النهي عن المنكر افعل، جانب البراء افعل، جانب الولاء افعل، وهكذا. اذا فروع الدين كلها تستبطن جانب افعل، واذا استبطن الادراك حيثية الفعل عبر عن ذلك بالحكمة العملية. اما التوحيد، اما العادل، اما النبوة، يعني الاعتقاد، العلم بوحدانية الله، العلم بمبدأ الامامة، العلم والتصديق بجانب العدل والمعاد وما شابه ذلك. فاصول الدين
تمثل حيثية الحكمة النظرية، وفروع الدين تمثل جانب الحكمة العملية.